أحمد المقري رئيس شبكة جمعيات الفضاء الجمعوي بجهة وادي الذهب القوارة، نحيي موقع الدخلة 24 على تغطيته لهذا الحدث بمختلف تفاصيله، كما أننا أيضا معتزين بأننا ننظم الملتقى المغربي الأول لهيئات ومنظمات المجتمع المدني بمدينة الدخلة أيام 16-17 مارس 2015 بمناسبة تخليد الذكرى الأولى لليوم الوطني للمجتمع المدني كمبادرة ملكية سامية. الملتقى انعقد تحت شعار المجتمع المدني في خدمة القضايا الوطنية والدفاع عن الثوابت والمقدسات. عرف حضور وزيرين، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كما عرف أيضا حضور الوزير السابق الأستاذ عبد الكامل الرغاي، كما عرف أيضا حضور منتدى المواطنة والتنمية الذي كان ضيف الشرف في هذا الملتقى، وعرف أيضا مشاركة جمعيات وشبكات جمعوية من مختلف جهات المملكة. بطبيعة الحال يعني برنامج هذا الملتقى كان برنامجا حافلا بالأنشطة. تم إطلاق مشروع البوابة الإلكترونية للفضاء الجمعوي كمبادرة من الفضاء الجمعوي في إطار البحث عن خلق منابر إعلامية، في إطار يعني إيجاد منبر إعلامي جمعوي خاص يوفر الحرية والمساحة الكافية للمجتمع المدني حتى يكون قادر على أن يعبر عن رأيه وأن يساهم في النقاش العمومي حول مختلف القضايا المحلية والجهوية والوطنية. الملتقى أيضا عرف تنظيم مجموعة من الندوات والموائد المستديرة التي تهم مختلف القضايا المرتبطة بالحوار الوطني حول المجتمع المدني ودور المجتمع المدني في تكريس الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان. عرف أيضا تنظيم مائدة مستديرة ندوة علمية حول تقوية قدرات منظمات المجتمع المدني في أفق تعزيز قدراتها المادية والبشرية والقانونية والإدارية. الملتقى عرف يعني حضور مجموعة من الدكاترة والأساتذة الباحثين الذين كونوا لجنة علمية ستشرف على إعداد التقرير العلمي النهائي للملتقى المغربي الأول لهيئة منظمات المجتمع المدني الذي سيصدر على شكل كتاب في إطار النسخة الثانية إن شاء الله تعالى من الملتقى. بطبيعة الحال الملتقى عرف يعني خلال الجلسة الافتتاحية عرف احتجاج مجموعة من منظمات المجتمع المدني والفاعلين الجمعويين بمدينة الداخلة. ونحن أولا نرى أن هذه ظاهرة صحية وليس مسألة سلبية بالنسبة لنا، تعاملنا مع الموقف بما يقتضيه تقدير الموقف من خلال إنصاتنا للجميع، إلا أنه في حقيقة الأمر هذه ليست المرة الأولى التي تتم مضايقة شبكة جمعيات المجتمع المدني ومحاولة إجهاض الأنشطة البناءة والإيجابية التي تخدم التنمية وتخدم الوطن. تم ذلك خلال المؤتمر التأسيسي لكونفدرالية الساقية الحمراء ووادي الذهب لهيئات منظمات المجتمع المدني الذي انعقد في مايو سنة 2014 واشرف على تنظيم المؤتمر الفضاء الجمعوي بجهة وادي الذهب القوارة. وبالتالي نحن نعتبر على أن أولا هذه ظاهرة صحية، ثانيا هذا يعني النقاش الحاد الذي كان في الجلسة الافتتاحية بحضور معالي الوزير كان يعني ساهم في رفع من مستوى الحدث وساهم في إعطاء تلك الحرارة التي ربما الملتقى كان بحاجة إليها. إلا أننا نحن نؤمن بمسألة أساسية وهي على أن الزمن اليوم زمن القدرات وليس زمن الكفاءات. نحن نخدم وطنا ولا نخدم أشخاص، الساحة للجميع والوطن للجميع ونحن صدرنا يتسع للجميع. نحن ليس لدينا كلام نابي نقوله لأحد وليس لدينا عبارات سيئة نقولها لأحد. نحن إن لم نقل خيرا فإننا نصمت، وبالتالي كنا يعني نؤمن جازمين بأن صدرنا يتسع للجميع والملتقى هو للجميع. من حاول أن يساهم بشكل إيجابي في فعاليات الملتقى فأهلا وسهلا، ومن حاول أيضا أن يقوم بإجهاض هذا الملتقى أو إجهاض هذا الحدث فإن المشاركين في الملتقى متمسكين بيعني الوصول للأهداف السامية لهذا الملتقى. واستمر الملتقى والحمد لله نقطة بنقطة أولا بأول، والتزمنا ببرنامج الملتقى ولم يقع الحمد لله أي تأخير في أي حصة من حصص الملتقى. وبالتالي نحن كلجنة منظمة حاولنا أن نتمسك ببرنامج الملتقى إلى آخر لحظة وهو الختام الذي حضرتموه اليوم وشفتم ورأيتم الطريقة التي تم بها هذا الختام الذي تم خلاله التوقيع على الميثاق الوطني للدفاع عن الثوابت والمقدسات كمبادرة وطنية جامعة من الفضاء الجمعوي، وتم خلاله أيضا رفع برقية ولاء والإخلاص للمرفوعة للسدة العليا بالله جلال
جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده بمناسبة اختتام الملتقى المغربي الأول لهيئات منظمات المجتمع المدني. أولا نحن كفضاء جمعوي ليس ذنبنا على أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ينتمي إلى حزب، هذه مسألة الحكومة. الحكومة تتكون من أحزاب سياسية، كان من الممكن أن يكون الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ينتمي إلى أي حزب آخر، وبالتالي نحن تعاملنا مع هذا المسؤول على أنه مسؤول في الحكومة المغربية، هو ما يعني وزير في حكومة صاحب الجلالة ويشرف على هذا القطاع، وهذا القطاع هو القطاع الوصي، وبالتالي شيء طبيعي جدا على أننا نقوم بإرسال ملف. معالي الوزير صرح بأن أول يعني مراسلة جاءته هي جاءت من الفضاء الجمعوي، وقام بتلبية يعني الدعوة دون أن يعرف الأشخاص، دون أن يكون له علم مسبق من هم هؤلاء الأشخاص ومن هي هذه الشبكة، وتفاعل معها وأعطى موافقته وحضر كوزير في الحكومة بدون أن يكون له أي انتماء سياسي آخر. الذين يعني يريدون أن يسيسوا الموضوع فهذا شأنهم، نحن لسنا معنيين بهذا الأمر، إلا أننا معنيين بمسألة واحدة هي أن الفضاء الجمعوي لا علاقة له بالسياسة، ورئيس الفضاء الجمعوي ليس له انتماء إلى أي حزب سياسي، لا بجهة مذهب القوى ولا على المستوى الوطني، ومتفرغ تماما للعمل في المجتمع المدني منذ 15 سنة. وبالتالي نحن يعني لا نلوم أنفسنا يعني إذا حضر وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من أي حزب آخر، سنتعامل معه في المستقبل بإذن الله تعالى.